Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa as'adallahu ayyamakum. Kaifa halukum ya abna'i at-tullab wa banati at-talibat? Arju annakum fi atyab al-ahwali wa afdaliha. نلتقي اليوم بإذنه تعالى وأود أن أشارك معكم موضوعا مهما رائعا في النحو العربي للسنة الرابعة الثانوية، فأرجو أنكم مستعدون استعدادا تاما لمتابعة هذا الدرس إلى نهاية المطاف. فأترككم قليلا بالفيديو الآتي. ألو ألو، السلام عليكم. متجر كأكة العسرة هنا. أنا عمر، من معي؟ ألو، وعليكم السلام، أنا فاطمة من شاه عالم، أريد أن أشتري الكعك. أهلا بك يا فاطمة، عندنا كعكة مختلفة، منها كعك الفراولة، وعندنا أيضا كعك الشوكولاتة. وكذلك كعك البرتقال، كلها لذيذة. أية واحدة تريدينها يا سيدتي؟ أريد كعك البرتقال وشكرا. الطلاب والطالبات، ماذا رأيتم في الفيديو السابق وماذا سمعتم منه؟ نعم، الفيديو قدم لنا المكالمة الهاتفية بين عمر والسيدة فاطمة التي تريد شراء الكعك. تعالوا نرى هذه الألفاظ المختارة من تلك المكالمة. الكعك، كعك الفراولة، كعك الشوكولاتة، كعك البرتقال. لاحظوا أن بعد كلمة الكعك كلمة أخرى تخصص معنى الكعك، فعمر أضاف كلمة الفراولة، الشوكولاتة والبرتقال إلى كلمة الكعك، فتغيرت الكلمة إلى التركيب الذي سمي بالتركيب الإضافي. ها هو موضوع درسنا في هذه الحلقة، التركيب الإضافي. ولكن هل سمعتم به من قبل؟ أيها الطلبة، قبل أن نغوص بشكل أعمق في الموضوع، دعوني أن ألفت أنظاركم إلى معايير التعلم المرسومة لهذه الحلقة. ففي نهاية هذا الدرس، نرجو أنكم تحصلون على ما يأتي: أولاً، تكوين التركيب الإضافي بشكل صحيح. ثانياً، تعيين التركيب الإضافي من الجمل المختارة. ثالثاً، إعراب المضاف إليه في التركيب الإضافي. أيها التلاميذ الأحباء، بدءاً لدرسنا اليوم، هيا معاً نتعرف إلى التركيب الإضافي. هناك كلمة الكعك، نضيف إليها
اسما آخر وهو البرتقال، فتصير الآن كأك البرتقال، وهو تركيب إضافي من كلمة الكعك وكلمة البرتقال. كعك هنا نسميه المضاف، والبرتقال هو المضاف إليه. من هذا المثال نستطيع أن نقول بأن التركيب الإضافي هو إضافة الاسم إلى اسم آخر من غير أداة الربط بينهما، فالاسم الأول يسمى المضاف والاسم الثاني يسمى المضاف إليه، وهذا بشكل عام. والآن تعالوا نتعرف إلى التركيب الإضافي بشكل دقيق. كما ذكرت لكم قبل قليل أن التركيب الإضافي يتكون من المضاف والمضاف إليه، سأشير إليكم خصائصهما واحدة تلو الأخرى. فنأتي إلى خصائص المضاف أولاً. تأملوا التراكيب الإضافية الآتية: كتاب الطالب، أمام المدرسة، معلم المدرسة، موظف الحكومة، وانظروا إلى ما تحته خط. السؤال: ما هي التشابه بين هذه الكلمات وهي كتاب وأمام ومؤلم وموظف؟ نعم، كلها يضاف إليها اسم آخر، فكلها مضاف، ونلاحظ أنها كلها اسم ظاهر لا فعل ولا حرف، أليس كذلك؟ فنستطيع أن نقول بأن الخاصية الأولى للمضاف أن يكون اسماً ظاهراً لا فعلاً ولا حرفاً. ثم لننظر إلى كلمة كتاب وأمام، هما بالطبع مجردتان من الألف واللام وكذلك التنوين، وكلمة معلم وموظف فهما أيضا بدون الألف واللام، وحذف منهما نون المثنى ونون جمع المذكر السالم، فلذلك نجد أن المضاف يخلو من الألف واللام وكذلك التنوين أو نون العوض في حالة المثنى وجمع المذكر السالم. ثم أيها الجماعة، نعيد النظر إلى الكلمات التي تحتها خط. فسؤالي أنا: من حيث العدد ماذا ترون فيها؟ بالضبط، أنتم على الصواب، فكلمة كتاب مفرد، وأما كلمة معلم فهي المثنى، وكلمة موظف فهي الجمع، لذا المضاف يجوز أن يكون اسماً
مفردا أو مثنيا أو جمعا. فها هي خصائص المضاف الثلاث. فالآن تعالوا نرددها معا. أولا أنه اسم ظاهر، ثانيا أنه خال من الألف واللام وكذلك التنوين، ثالثا أنه يجوز أن يكون اسما مفردا أو مثنيا أو جمعا. ننتقل الآن إلى خصائص المضاف إليه. هيا نقرأ التراكيب الإضافية الآتية: غرفة المعلم، غرفة المعلمين، غرفة المعلمين، سبعة كتب، كتابه. تأملوا ما تحته خط. ما هي التشابه بين كلمة المعلم والمعلمين والمعلمين وكتب؟ نعم، أنها تضاف إلى أسماء أخرى، فهي مضاف إليه. ونلاحظ أن كل هذه الكلمات اسم ظاهر لا فعل ولا حرف، أليس كذلك؟ بلى، فنستطيع أن نقول بأن الخاصية الأولى للمضاف إليه أن يكون اسما ظاهرا لا فعلا ولا حرفا. ثم لننظر مرة أخرى إلى كلمة المعلم والمعلمين والمعلمين. هي كلها معرفة بالألف واللام، وأما كلمة كتب فهي تأتي نكرة منونة، فلذلك نجد أن المضاف إليه يمكن أن يكون معرفة ويمكن أن يكون نكرة منونة. ثم أيها الجماعة، نعيد النظر إلى الكلمات التي تحتها خط. فسؤالي أنا، ماذا تلاحظون فيها من حيث العدد؟ بالضبط، أنتم على الحق. فكلمة المعلم مفرد، وكلمة المعلمين فهي المثنى، وكلمة المعلمين وكتب هما كلمتان في الجمع، لذا أن المضاف إليه يجوز أن يكون اسما مفردا أو مثنيا أو جمعا. فبقي عندنا التركيب الأخير وهو كتابه. ألم تتساءلوا أين المضاف إليه فيه؟ أجل، المضاف إليه فيه هو ضمير متصل في آخر كلمة كتابه. فالمضاف إليه إذن يجوز كذلك أن يأتي ضميرا متصلا. فها هي خصائص المضاف إليه. فالآن تعالوا نكررها معا.
أولا أنه اسم ظاهر، ثانيا أنه يمكن أن يكون معرفة أو نكرة، ثالثا أنه يجوز أن يكون اسما مفردا أو مثنيا أو جمعا، ورابعا أنه يجوز كذلك أن يكون ضميرا متصلا، فهكذا هو المضاف إليه. أيها التلاميذ، إنني متأكدة أنكم قد فهمتم ما هو التركيب الإضافي بعد الإصغاء والتركيز إلى هذا البيان. أكنت صحيحا؟ ما رأيكم لو نأخذ مجموعة من الأسماء ونحاول أن نضيف إليها ما يناسبها من الأسماء لتكون تركيبا إضافيا صحيحا؟ هيا معي. كلمتنا الأولى هي السيارة، فماذا يمكن أن نضيف إليها؟ ممكن أن نضيف إليها كلمة المدير، فأصبح التركيب سيارة المدير. كلمة سيارة هي المضاف، وكلمة المدير هي المضاف إليه. والسؤال مني هنا، لماذا قمنا بحذف الألف واللام من كلمة السيارة؟ نعم، لأن المضاف دائما يخلو من الألف واللام كما رأينا سابقا. كلمتنا الثانية هي المشاركون، فماذا يمكن أن نضيف إليها؟ ممكن أن نضيف إليها كلمة الرحلة، فنقوم بحذف الألف واللام فأصبح مشاركون الرحلة. مشاركون الرحلة، هل هذا صحيح يا ترى؟ لقد أخطأنا. الصحيح أن نحذف النون من كلمة المشاركون، لأن المضاف في حالة المثنى وجمع المذكر السالم يجب أن تحذف منه النون، فأصبح التركيب الصحيح مشاركو الرحلة. كلمتنا الثالثة هي خلف، عندنا الآن ظرف مكان، نضيف إليها الاسم المثنى المدرستان، فصار التركيب الصحيح هو خلف المدرستين، فكلمة خلف هي المضاف وكلمة المدرستين هي المضاف إليه. ألم تلاحظوا أن كلمة المدرستان قد تغيرت إلى المدرستين؟ لماذا؟ سأشرح عنها بعد لحظات في المبحث عن إعراب مضاف إليه، فنتركها لوقتها، اصبروا يا جماعة. أما كلمتنا الأخيرة هي الحقيبة، فنضيف إليها الضمير هي، فكيف يكون التركيب الإضافي منهما؟
صحيح، التركيب هو حقيبتها. كلمة حقيبة هي المضاف، والضمير المتصل ها هو المضاف إليه. أنها سهلة وممتعة، أليس كذلك؟ فما أجمل اللغة العربية. نستمر بإعراب المضاف إليه. فالإعراب كما عرفنا يحتاج إلى الموقع الإعرابي وحكمه وعلامته. فما موقع المضاف إليه في الإعراب؟ وما حكمه الإعرابي؟ وما علامته؟ هيا نركز إلى هذه النقاط المهمة تركيزاً جيداً. إن موقعه الإعرابي وحكمه دائماً وأبداً أن يكون مضافاً إليه، مجروراً لا يتغير. وأما علامته فله علامتان، أولهما الكسرة وثانيهما الياء، وهي في هالتي المثنى وجمع المذكر السالم. هيا ننظر إلى الأمثلة المؤدة. في الجملة الأولى أقف أمام الطالب. كلمة الطالب تعرب مضافا إليه مجرورا بالكسرة. وفي الجملة الثانية أقف أمام المشاركين. كلمة المشاركين تعرب مضافا إليه مجرورا بالياء لأنها جمع المذكر السالم. وأما في الجملة الثالثة يجب على الأبناء طاعة الوالدين. كلمة الوالدين تعرب مضافا إليه مجرورا بالياء لأنها مثنى. يبدو أننا قد انتهينا من شرح محتويات الموضوع، فيأتي إلينا الآن التطبيق والتدريب المتعلق. فهيا معا نحاول إجابة السؤال الآتي. السؤال الأول: أيها الطلاب والطالبات، أأنتم مستعدون؟ هيا نبدأ. نقرأ السؤال ونستخرج الكلمات المفتاحية منه أولاً. السؤال هو: استخرج المضاف والمضاف إليه من الجمل الآتية. فالسؤال يطلب منا استخراج المضاف والمضاف إليه من الجمل. فالكلمات المفتاحية هي المضاف والمضاف إليه. هيا نستخرجها معا من الجمل. ولكن المشكلة هنا، كيف نبحث عن المضاف والمضاف إليه في الجملة؟ هل هناك خطوات نتبعها؟ بالطبع. أولاً ابحث عن اسمين متتاليين. ثانياً تأكد هل هو تركيب إضافي أم لا؟ وكيف نتأكد منه؟ طيب، قارن الاسم الأول بخصائص المضاف والاسم الثاني بخصائص المضاف إليه. أنها بسيطة يسيرة، ألست على الحق؟
نبدأ بالجملة الأولى. اجتمع مدرب الرياضة في القاعة. أين التركيب الإضافي في الجملة؟ نعم، مدرب الرياضة هو التركيب الإضافي في الجملة. كلمة مدرب هو المضاف، وكلمة الرياضة هو المضاف إليه. نأتي إلى الجملة الثانية. بيت محمد يقع في القرية الصغيرة. أين التركيب الإضافي في الجملة؟ لو أمعنتم النظر فيها، هناك تركيبان في الجملة. أولهما بيت محمد، ثانيهما القرية الصغيرة، فأيهما صحيح؟ ننظر أولاً إلى تركيب القرية الصغيرة. هل كلمة القرية لها خصائص المضاف؟ لا، فيه الألف واللام، فمن المستحيل أن يكون مضافاً. إذن التركيب الإضافي الصحيح ها هنا هو بيت محمد، فالمضاف هو بيت والمضاف إليه هو محمد. وفي الجملة الأخيرة، وضعت فاطمة ملابسها في الخزانة. التركيب الإضافي هو ملابسها، فالمضاف هنا هو ملابس والمضاف إليه هو الضمير المتصل ها. كيف بأجوبتكم؟ كلها صحيحة؟ أحسنتم على الإجابة الصحيحة، وإذا أخطأتم فلا بأس بها ولا تحزنوا، لأن الوقوع في الخطأ من عملية التعلم، فلا تخافوا أن تخطئوا. الحمد لله، قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. دعونا نكرر النقاط المهمة لابد أن نذكرها في هذا الموضوع. أولاً، التركيب الإضافي هو إضافة الاسم إلى اسم آخر من غير أداة الربط بينهما. فالاسم الأول يسمى المضاف، والاسم الثاني يسمى المضاف إليه. ثانياً، أن المضاف والمضاف إليه لهما خصائص معينة، فعليكم مراعاتها في تكوين التركيب الإضافي الصحيح. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. إلى هنا فقط لقاؤنا. أرجو أنكم قد حصلتم على الأهداف المرسومة التي وضعنا لكم بدء الحلقة. وأخيراً أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وندعو الله أن يوفقنا جميعاً في أمورنا في الدنيا والآخرة. هيا نحب اللغة العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء.